والله راح ننتخب ان شاء الله، يعني باش نغير هذا اسمه هذا. يعني تقصد تريد شخصيات اخرى؟ شخصيات اخرى ان شاء الله. ايه طيب، يعني انت والعائله جيت لوحدك؟ والله العائله جت وراي، يعني هسه هيرتهم ورايح قدامهم. انا انت تروحون كلكم سوا ان شاء الله؟ ايه ان شاء الله. انا يعني وعائلتي وعائله اخوي وعائله اخوي الاخر ان شاء الله كنا راح ننتخب. يصير تغيير ان شاء الله. ان شاء الله، اللهم امين. حاليا انتخبنا احنا مدرسة شط العرب. شلون كانت الاجراءات دخول الخروج؟ اجراءات جيده، والشرطه والجيش مستاهلين ويانا، والموظفين كلهم زينين، وهم اخواننا ونشرف بيهم. اليوم وياك الحج؟ اي نعم، الحج اخر سوطرش وما يسمع، جيت وياه حتى داي انتخب. الله يبارك فيك. شوف اكو زخم جماهيري يعني متوجه. اي نعم نعم نعم، احسن من قبلين. يريدون تغيير بالحكومه، اشخاص جديدين على يمثلون البلد، لازم ماكو فساد، ماكو يقضون عليه ان شاء الله. وادي حجر. انتخبت اليوم؟ اي الحمد لله انتخبت، وايد دل بي عن انتخابات نزيهه وما بيها اي شيء، الحمد لله والشكر انك انتخبت. حزين دخولك للمركز الانتخابي، خروجك كان سلس؟ لا 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 لا، سهل، حيل سهل ومتسالين ويا العالم. يعني التعامل الموظفين حيل زين، يعني حيل زين، انا شفت يعني قدام عيني حيل زين، والناس سهل يعني شاركت، واحنا جابونا همين عن طريق المنظمات من المخيمات، هم جينا شاركنا الحمد لله والشكر. ان شاء الله نتامل ان شاء الله احسن من القبل ان شاء الله. شلون كانت الاجراءات يعني دخولك؟ والله ما شاء الله كل سليمه، يعني من ناحيه المنتسبين، من ناحيه المنتسبين الجهاز الامني، من ناحيه الموظفين الحمد لله اسلوبهم زين وجزاهم الله خير. طيب يعني حد ضغط عليك حال تختار؟ لا لا لا، الحمد لله احنا انتخبنا الشخص اللي يريده المناسب لنا. نعم نعم. بعد حجر. ايه ايه. شو شفتي اقبال الناس؟ اكو زخم ناس جايه؟ اي والله. جاي تنتخب؟ ايوه رجعت تنتخب. العام ليش جاي تنتخب؟ شنو السبب؟ والله شو اسوي، لا راتب طالع، لا ولد عندي، لازم راتب رعايه من هاي التحرير. ليش هيك سووه؟ قطعوه يعني؟ لا ما جابوه من 2007 يرحم والديك.